الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بالتعاون مع مديرية التربية في محافظة الحسكة حفلاً فنياً بمناسبة نجاح الاستحقاق الرئاسي وانتخاب السيد الرئيس بشار الأسد لمنصب رئاسة الجمهورية. أغاني ومواويل وطنية من تراث الجزيرة السورية ومختلف المحافظات السورية. على الاتحاد الوطني طلبة سوريا يقيم احتفالية جماهيرية، هاي الرسالة منها وفرحتنا نحن اليوم بنجاح الاستحقاق الرئاسي. هم طلاب الحسكة اليوم بكل مكوناتهم يوصلون رسالة الحب والانتماء والفخر للبلد. كل عام وانتم بخير، كل عام سوريا الحبيبة بخير، والرحمة لشهدائنا. اليوم شعب الحسكة حاب يحتفل بنجاح سيد الرئيس بشار الأسد، الدكتور الفريق بشار الأسد، وإن شاء الله سوريا عامره وان شاء الله للافضل. انا ابنه الشهيد صلاح الدين محمد الخدام، الله يحمي سوريا ويحمي الجيش العربي السوري. حابه اقول كل عام وسوريا بخير، مبروك للقائد بشار الاسد، سوريا كلها بخير ونحبك بشارنا. احنا اليوم مبسوطين بنجاح السيد الرئيس، بنجاح الاستحقاق السوري اللي يمثل مرحله جديده بحياه سوريا، وان شاء الله تستمر الانتصارات تلو الاخرى. هذا النصر الذي حققه الشعب السوري هو استكمال لنصر الجيش العربي السوري، وان شاء الله سوريا منتصره بقياده الدكتور بشار حافظ الاسد. اكبر رساله هو نجاح الاستحقاق الدستوري، هاي اول رساله وجهناها، وانتصار السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد هاي الرساله الذي قصمت ظهر الاعداء كاملا. الف مبروك للسيد الرئيس بشار الاسد، والله يحمي سوريا يا رب ويعمل الخير عليها والسلام. انتصار كبير لانه للشعب السوري كله، ونهني سياده الرئيس على النجاح الكبير، هو اكيد يعني فرحه كبيره لكل الشعب السوري. المشاركون أكدوا أن الاستحقاق الرئاسي جاء معبرا عن طموح الشعب السوري في اختيار القائد الثقة الذي سننتقل معه سويا إلى بر الأمان والبدء بمرحلة البناء وإعادة الإعمار.